67% من المغاربة النشطين يعتبرون أن ظروف عملهم جيدة، خاصة النساء منهم. أوضحت دراسة معنونة بتصور المغاربة لظروف عملهم أجرتها مجموعة سينرجيا أن 73% من النساء و74 من الشباب البالغين ما بين 18 و24 سنة يشعرون أكثر بالرضا عن ظروف عملهم، ويعتبرون ظروف عملهم جيدة لمرونة توقيت العمل وبيئة العمل الجيدة والعبء المعتدل للعمل، فيما أشار 4% من المستجوبين إلى التطور الوظيفي السريع و3% منهم إلى غياب الترتبية وإمكانية العمل عن بعد، غير أن 40% من الأشخاص في نهاية مسارهم المهني من البالغين ما بين 55 و74 سنة، و45% من الساكنة القروية هم الأقل رضا. وبالنسبة للأشخاص الذين يعتبرون أن ظروف عملهم سيئة فيحملون المسؤولية على العبء الكبير للعمل وتوقيت العمل غير المرن وعدم استقرار الوظيفة أو انخفاض النشاط وبيئة العمل السامة وضعف التطور الوظيفي. المهم، هل أنت راضي عن ظروف عملك أم لا؟